لا شك أن هؤلاء الشباب ثقافاتهم عالية ومطالبهم أكبر من أن تسعها هذه الخطوات التي تمت، وبالرغم مما أحرز من بعض التقدم في الأوضاع الاقتصادية وعودة السودان للنظام المالي العالمي وعودة التحويلات البنكية واستقرار سعر الصرف لحد كبير وانخفاض التضخم في بالذات في الفترة في نهاية الربع الأخير من العام 2021، إلا أن هناك الانقسام الذي حدث في قوى الحرية والتغيير بالميثاق العسكري والمجلس المركزي. كانت هناك خلافات كبيرة داخل المجلس السيادي بين المكون العسكري والمكون المدني، أدت إلى تراشقات كلامية ثم انعكست بعد ذلك على أفعال على الأرض. عام 2021 مليء بالأحداث في السودان، بدأت فيه الشراكة بعد سقوط نظام البشير وتدهورت العلاقة بين الشركاء، ووضح فيه بشكل كبير جدا أنه تسلسل الأحداث لا يسير السير المنطقي. السير المنطقي هو أننا نطور الشراكة بين القوى السياسية وبين القوات المسلحة بما يفضي للتحول الديمقراطي. الذي حدث هو أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين تضعضعت وحدثت خلافات داخل المكونات المدنية، وبالتالي تعقد المشهد السياسي. في تقديري أهم الأحداث العام 2020 هي تجدد النزاع مرة أخرى في إقليم دارفور الذي شهد فترة من الهدوء يعني بعد توقيع اتفاق السلام وكذلك بعد توقيع الوثيقة الدستورية، لكن الصراعات تجدلت مرة أخرى وأدت إلى حياة العشرات، وربما لا تزال هذه النزاعات هي موجودة. أيضا من أبرز أحداث العام 2020 هي القرارات التي اتخذها قائد الجيش الفرد عبد الفتاح برهان، والتي غدت بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك حل مجلس السيادة وإعلان حالة الطوارئ، وهي كانت تطور سياسي غير مسبوق أدى إلى تعطل الحياة السياسية لأكثر من شهرين، وبالتالي ظلت حالة السيولة السياسية موجودة.